السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النذر من صحيحه: باب النهي عن النذر وإنه لا يرد شيئا. تقدم في تفصيلات النذر أن النذر أقسام، منها نذر الابتداء، وهي أن يقول الشخص: لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أصلي كذا وكذا من الركعات. هذا نذر ابتداء لا يرجو به شيئا من أمر الدنيا، أو لا يعلقه على حدوث شيء من أمر الدنيا له، فهذا نذر الابتداء. وهناك نذر يقال له نذر العوض والمجازاة، أو يسموه أحيانا المقابلة، فيقول: لله علي أن أصوم شهرا إذا نجح ولدي في الامتحان، لله علي أن أحج إذا وضعت امرأتي ولدا ذكر، ونحو هذا. فيجعل النذر معلقا على فعل شيء، إن حصل الشيء له فعل وإلا ترك، فهذا يسمى نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة. هذا النذر الثاني. النذر الثالث في نهاية الأحكام النذر المباح. قل لله علي أن، أو من نهاية التوصيف أيضا، لا علي أن أكل فولا أو أكل عدسا أو أسافر أو لا أسافر، كل هذا داخل في النذر المباح. هناك نذر المعصية والعياذ بالله، كان يقول: لله علي ألا أصل رحمي، لله علي ألا أصل رحمي، لله علي أن أضرب فلان وهو ظالم له، فهذا نذر المعصية. وهناك نذر يتنذر منزلة اليمين، نذر اللجاج، قل لله علي ضربك، لكن يقول: والله لا أضربنك. هذه بعض الأقسام. وواصل قال: باب النهي، أو تحت باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى عن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. في رواية ثالثة إنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية، أو عفوا، قال أيضا: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراورد يعني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. الإخوة الباحثون معنا هذا السند الذي هو محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، هو متكرر قبل إسنادين: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، حدثنا شعبة متابع، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. لكن اختلف فيه على شعبة الأول، شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر بنحوه. وهذا السند الثاني ابن المثنى وابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة،
سمعت العلاء يحدث عن أبي عن أبي هريرة، يعني الشيخ شعبة هنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، فلما سندان لشعبة أو حصل وهم أو دخل حديث أو روى الحديث بالمعنى. رواية شعبة التي فيها رواية شعبة فيها نهى عن النذر، نهي صريح نهى عن النذر، لكن رواية سهيل بن أبي صالح فيها عفوا شعبة عن سهيل بن أبي صالح فيها لا تنذروا، وهو نهي أيضا. فالمهم أنه يحرر هل هما شيخان لشعبة منصور وسهيل أم لا، لأن السند إلى شعبة واحد. قال بسند آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. هذه النواهي عن النذر الظاهر منها أنها متعلقة بنذر المقابلة يا عبد الرحمن، افهم، نذر المقابلة أو نذر العوض أو نذر المجالسة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل، هذا متعلق بما يفهم منه بنذر المجازاة أو العوض المقابلة. لكن الذي ينذر لكي يعين نفسه على طاعة الله هل يدخل فيه؟ الظاهر أن لا، والله أعلم. لكن على أي حال البعد عن النذر أولى، لأن النبي لم ينذر ونهى عن النذر عموما، نهى عن النذر أو قال النذر قال لا تنذروا عموما. لكن هل هذا النذر متعلق بالمجازاة؟ الحديث تفيده، لكن إذا لماذا إذن لا ننذر فضلا عن كون النبي نهى عن النذر؟ لأن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لم ينذر عليه الصلاة والسلام، لكن إن نذر الشخص لازمه الوفاء، إن نذر لازمه الوفاء. لماذا يلزمه الوفاء؟ لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولما سبق من التذكير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون، ينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. أيضا في هذا الصدد قول ربنا سبحانه منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.